بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نشرح الفرق بين التشوه الحقلي والانتباج الحقلي أو شبه انهيار والانهيار التام للحقل الكهرومغناطيسي الأرضي، وذلك نزولا عند رغبة العديد من الإخوان الجدد، وكذلك لشرح هذه المسألة التي لا زالت تشكل بعض الإشكال في قراءة الرسوم عند الغالبية الذين لا يعرفون ولا يفرقون بين هذه المصطلحات. وسنبدأ شرحنا أولا بالحقل الكهرومغناطيسي وحالته الطبيعية. وكما نرى في الصورة أمامنا، فإن الحقل الكهرومغناطيسي للأرض هو حقل ينساب متوازيا مع تدفق الرياح الشمسية، ونرى خطوطه مستقيمة، لكن حين يترادف مع حقل آخر دخيل فإن أقطاب الأرض تتنافر وتتجاذب، وذلك تبعا لأقطاب المنبع الدخيل، وهذا يخلق دوامات والتفاف في خطوط الحقل الأرضي. نرى الخطوط تلتف حول بعضها البعض نظرا لارتحال الأقطاب وتشكل الدوامات القطبية في قطب دون القطب الآخر، وهذا ما يعطي ميلان حقلي وتشوهات حقلية وتكون دوامات في خطوط الحقل المغناطيسي الأرضي، مثل ما يظهر لنا هنا في هذه الصورة. وحين يزداد الضغط المطبق على الحقل الكهرومغناطيسي الأرضي، وذلك عبر زوايا مدارية معينة، فإن الحقل الدخيل، لأنه الحقل الدخيل أو النيبيرو أو الكوكب المذنب ذو قوة كهرومغناطيسية أكبر من القوة الكهرومغناطيسية للأرض بما يقارب 200 مرة، بالتالي فهو يعمل على انتفاخ الخطوط الحقلية وتشتتها مع بقائها بجهة واحدة فقط، وعدم اكتمال تبعثرها بشكل تام، مع عدم حدوث انكسار في القوس الأيوني الصاد للرياح الشمسية، وعدم تلاشي ذلك القوس الأحمر الذي يظهر في الصورة على اليمين. وهذه الصورة تعبر عن انتباج حقلي أو شبه انهيار، وهو ما نراه يقع أمامنا ويتحقق بمعدلات غير مسبوقة هذا العام مؤخرا، وخصوصا حين دخلنا في خط النسق الواحد منذ يوم 15 من هذا الشهر، نرى أنه لا يخلو يوم دون انتباجات حقلية نتيجة لقوة الانصباب القادم من المنبع الدخيل. وفي حالة وجود انصباب الأمواج الطاقية الدخيلة بشكل مباشر وشديد القوة على الحقل الكهرومغناطيسي الأرضي، فإن خطوط الحقل الأرضي تتبعثر تماما وتتقطع، ويتلاشى القوس الصاد للرياح الشمسية بشكل تام، وتفقد الخطوط الحقلية تجانسها، ويتلاشى كذلك انتفاخ فان آلن، وتكون الأرض في مهب الحقول الدخيلة، حيث تكون محصلة القوى لصالح المنبع الدخيل على حساب الرياح الشمسية، بمعنى آخر أن قوة الانصباب للطاقة الكهرومغناطيسية القادمة من الكوكب المذنب أكبر مما من قوة الرياح الشمسية، بالتالي يحدث الانهيار الحقلي التام، أي انعدام الدرع الحقلي أو الدرع الأيوني الذي يحمي الأرض،
وبالتالي يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الطاقة الكونية لشحن الأرض، مثل ما رأينا قبل أيام، حيث استمر الانهيار الحقلي التام لمدة ساعتين. هذا سيعطي شحنا قويا جدا يسبق أولا على آخر درع حماية للأرض وهو الغلاف الجوي ليصل إلى الأرض ويعطي تفريغات سنرتقب كيف ستكون في قادم الأيام. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.